أعزائي المشاهدين، أخذنا معلومات أن الفنان المشهور محمود وحبيبته بهذا الفندق. بس اكو فراشين، شلون راح ننام؟ هي والله أنا وعروفتي بننام في الفراش هني في الغرفة، وانتو الثلاثة بتروحون تناموا في الغرفة الثانية، ايش رايكم؟ والله اي صار كلش حلو هيك. اي روعه، اصلا روعه. والله ما يصير شحمانية قلبي، ما يصير. لا عيني، يصير كل شيء حتى نعيش تجربه جديده. سينان لا تخربط. سينان هذا الولد غريب، انا ما اقدر، اخلاقي ما تسمح لي. اي هو صحيح غريب، بس قالك راح اتزوجك، ايش تردين بعد؟ يلا لا تاخرينا، خلي احنا والبنات نفوت الغرفتنا. يلا بنات خلينا نروح ننام، احنا خلينا ننام سويه. يلا عيني، يلا قدامي يلا. ايش بيكي تشنك قنفذ وخر من يمي اتبسيس؟ تعالوا قبل على الفراش مالتنا. هاي شنو سينان، انت تخبلت؟ ليش اخوك ايش قال؟ مو قال انتو ثلاثتكم ناموا سويه بنفس الفراش؟ شنو انتو ما تسمعون كلام الاكبر من عندكم؟ مو عيب؟ يلا عيني على الفراش. يلا ترى اني مو مثل البنات اللي انت تعرفهم، بس زوجت عرفتي باخذك للفيلا حقتي. اطفر. ليش تضربون؟ اخ اويلي، ليش تضربون؟ انت مجنون اويلي. اخ مجنون. اخ وين ملختوني؟ كافي ضرب. يما العقيلي يما، وخر سنان. ايه كافي عاد انا رجال، وخر منها. شو تريد؟ يلا عداني همين رجال. شو يعني انتو دخلتوا في نص بيتي وسويتوا عمركم حريم عشان تجلسون عند خواتي؟ ها تروح وليلي، امشي انهزم، اقلبك عارف تعريف. فتفك فيدي. شباب تعدونا، الحقونا، اقلبوا بسرعه، راح يقتلونا، لحقونا يا معودين، لحقونا. ودر عني، هاي اللي تشوفهم دخلوا بيتي في نص الحريم اللي في البيت بعد، يعني تعدوا عن شرفي. مستحيل اودرهم تي انا، قسم بالله مستحيل. انت قلت تعال نام يم خواتي، انا ايش علي؟ انت مو قلت لازمكم تناموا نفس الفراش؟ انا قبلت، بس البنات ما رادوا فقتلوني. اي صحيح، هذا تعدى على شرفي، انا راح اشتكي عليه واقدم شكوى همين. اخويا لا تصور. نشتكي. باع احنا اللي راح نشتكي. كافي اسكت، ترى ذبكم كلكم بالسجن. ها لك حجي، اخجل من عمرك وشيباتك بنص الليل طالع تتحارش على البنات بالشارع. باوع حجينا، ترى الموضوع مو هيك. والله مو حجي، نقيب. با حجي النقيب، الموضوع مو هيك. اني وفكرة رحنا نشتري رقي، اشترينا الرقي ورجعنا، شفنا هالبنات بالطريق قالوا احنا نبيع رقي، اثاري ما طلع عندهم رقي، وفوقاها وقعوا الرقي مالتنا. احنا هسه نريد نعرف من عندكم وين الرقي. ان شاء الله توقع براسك حجارة، نقدها الرقي. يوقع براسك بومة. تمام، سكتوا كافي عاد، انتوا راح تروحون على المستشفى على الفحص. باو علي يا عجوز، مرت اللي خلو تطلع قدامي هيجي راح اذبك بالسجن بتهمة التحرش، هالمرة راح اسامحك. ماهر تفو واسفع عليك، اني اشيل ابنك ببطني وانت تركض ورا البنات وتعوفني همين؟ تفو، وين الرقي؟ تعوفين من الرقي مالتك هسه، اصلا كل اللي صار بينا من ورا الرقي مالتك. بالبيت تكملون عركة وبالطريق هيش رقي. يلا تمام يلا تعال، يلا مش التهم، يلا بسرعة خلصونا. أمو سنان اعذرني على السؤال، بس البارحة وين جنت؟ أخاف هم جنت ويا البنات. لك كتكوت، شنو هالحكي واللغوة الزايدة؟ أثول جحش، أنت ابني ما عندك بيت؟ أنت ما عندك أبو أم؟ أشو كل يوم لا في عندك روح؟ يلا الصدق، أنت هم جنت ويا البنات؟ شفت ايش سويت؟ هي بلا شي عقلها عقل خروف. اوه بيبي، بابا دا يغلط عليك، قوية هاي تربية سز ادب سز. سنان عوف الجهل هسه وجاوبني، البارحة جي الساعة 3 وين كنت؟ احكيلي. ايش تحكي انت حنونة؟ يعني وين؟ غير دا اشتغل تاكسي اشيل نفر اوصله وارجع عالبيت، على اساس اشوف نفر الاخ اشيرلي اوصله، وعلى اساس هم ارجع للبيت اشوف نفر الاخ همي اشيرلي واخذه اوصله. ولو كل يوم يصير الشغل هالشكل اني اخليكم تتريقون بالفيلا مالتنا بالمستقبل. شوفوا بابا طالع بالتلفزيون ماما ويا عارفه مين ويلي. شنو هاللبس سنان؟
شوية قليل الصوت. حنون حبيبتي ديري الغير قناة فدول عينك. أعزائي المشاهدين، الليلة الماضية حدثت حادثة غريبة في أحد الفنادق. شخصين تنكروا بملابس نسائية من أجل دخول غرفة تخص سياح من دبي. يا معودين دول كذابين، لا تسمعوهم، هذول بس الأغبياء يصدقون بيهم. عندما اكتشف أحد أقارب النساء الأمر قام بملاحقتهم بسلاح. الآن من قلب الحدث، في إحدى الفنادق هناك شخصان يطاردهم سائح، وذلك بتهمة التحرش على أخواته. الله ياخذك سنان، بس كان ناقص يطلع لك قرون، هاي هم سويتها عابت هالخلقة. أويلي انزعت النعالات، انهزموا انهزم سنان انهزم، راح اطلق سنان.